غرق في دين صعب السداد، تجاوز القوسين نحو الخطر والأخطر حجم الديون في تصاعد، والأرقام تشير إلى أن العراق محاصر بأكثر من 100 مليار دولار ما بين دين داخلي وخارجي. خبراء في الشأن الاقتصادي حذروا من تبعات الديون التي قد توصل العراق مستقبلا إلى مراحل اقتصادية ومالية أخطر بكثير من شكل المرحلة الحالية. طبعا العراق زاد ديونه بشكل كبير، والتصنيف الائتماني العالمي انخفض العراق إلى بي سالب، وهي مرحلة خطرة جدا. وإذا انخفض إلى البي موجب السي عفوا موجب والسي سالب، فسيصبح ضمن الديون المعدومة أو ما تسمى بالقروض المعدومة، أي الدول التي ستقرضك ستعتبر أموالها معدومة أو فاقدة، فتضطر أن تفرض عليها ضرائب أو رسوم وفوائد كبيرة جدا، إضافة إلى شروط. احنا وصلنا الى مرحلة الشروط الان، لا قرض بدون شرط لان احنا في البي سالب. ديون العراق يبدو انها وصلت الى حد الاختناق، ولفك هذه الديون لابد من الحكومة الحالية والحكومات القادمة قلب المعادلة تجاه عراق منتج لا مستهلك، وذلك من خلال اتباع سياسات مالية تقوض حجم الفساد وتقضي عليه بحسب متابعين. حاولت الحكومة اتخاذ بعض القرارات والتدابير بخصوص تلافي هذا، ممكن احنا ننظر انه هذه التدابير هي مو تدابير دقيقة بعملها، لكن الاستعانة او الذهاب الى الزيادة بالانتاج داخلي، يعني ترك الكسل بالعمل واتجاه نحو الانتاج، وهذا ممكن هو هذا اللي يغير المعادلة الاقتصادية بالعراق ويحولها من معادلة استهلاكية إلى معادلة أكثر انتاجية. هناك تخبط في السياسة المالية، الإغراق العراق بهذه الديون وبهذه القروض أمر خاطئ، كان لابد أن يكون هناك تعظيم لإيرادات الدولة ووجود مخارج لموارد إضافية غير نفطية ممكن أن تدعم الموازنة وتقلل من هذه الديون. اليوم حطها في الموازنة التي ممكن أن تمضي داخل قبة البرلمان، هناك أيضا بها نسبة كبيرة من القروض، وأيضا لم تعالج قضية هذه الديون وهذه القروض، وهذا خطأ كبير. تسديد ما في ذمة العراق من ديون مالية يحتاج بقراءة مختصين إلى خطة مالية رصينة، إضافة إلى سقف زمني مداه 15 عام، شرط أن تصل أسعار بيع النفط حاجز 80 دولار تقريبا للبرميل الواحد. مصطفى أكرم، حديث بغداد، MBC العراق.